مساء الخير يا حبايبي. النهارده بقى رجعت لكم بطبخه ايه، وبصراحه في ناس كتير طلبتها مني على القناه، وحد حبيبتي قوي قالت لي انا عايزه اللحمه البارده، قلت لها من عينيا فاهي. وبعدين هي مش بارده، احنا اللي بنبردها، اللحمه بتبقى سخنه اهي. عملتها ما شاء الله لحمه بارده ومسخنينها، وبطاطس محمره، والصوص بتاعها ده بقى لوحده حكايه، ومعاها رز بشعريه كده. الاكله يعني متكامله ما شاء الله اهيت، يعني بتتكلم عن نفسها. وبقيت العرق اهوت ولونه جميل وحلو وفي منتهى السهوله، وما حطيتلوش ميه خالص. ويلا بقى هنروح مع بعض ونبدا ان شاء الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول مقاديرنا يا حبايبي، ونقول بقى مقاديرنا مع بعض ان شاء الله. كده احنا يعني ايه اهو، ادي العرق الفليتو او التريبيانكو، له اكتر من اسم اهوت ما شاء الله. هو بيجي كده من الجزار مربوط زي ما انتم شايفين، وفي ناس بتربطه في البيت، بس هو بصراحه بيجيبه مربوط. يبقى ادي معانا العرق، ومعانا البصل ده كيلو وربع، او يعني كيلو وربع، كل ده كتير كتير، بس هو مش زي ما انتم متخيلين، ده اللي هيعمل التست بتاعها والطعم عشان تبقوا عارفين. هنقشره بس ونغسله. ومعانا 10 فصوص توم، انا مقسمه كل واحد 2، ومعايا كرفس اهو الورق، والاعواد بتاعه الكرفس. الاعواد بتاعه الكرفس دي لما نيجي ندخلها في اي اكله لازم نفرمها، بس انا ليه ما فرمتهاش هنا؟ عشان انا في الاخر خالص كل الحاجات دي هتتفرم في الخلاط وهنشوف مع بعض. ومعانا البهارات بتاعتنا اهيت، بسم الله. معايا فلفل اسود، وعلى فكره نص معلقه فلفل اسود، الباقي كله ربع معلقه، ربع معلقه باربيكيا. ومعانا استني ومعانا بهار مشكل اهوت، واربع فصوص مستكه، ورشه جنزبيل، ولورا، واهوت حبهان بحاله عشان هيتفرم زي ما قلت، رشه جوز الطيب، رشه زعتر، رشه كبابه صيني، رشه جوز الطيب زي ما قلت، ورشه ريحان. الملح طبعا مش هنستخدمه دلوقتي خالص. فكده بقى هنبدا مع بعض وهنقول هنعملها ازاي اهوت. هنبدا كده مع بعض نعمل الحشو. طيب اي حد بيعمل فراخ او لحم او اي حاجه، مش عشان خاطر ايده ما تتعكش، بس عشان اللحوم كلها ميكروبات معروفه يعني. فاحنا دلوقتي هنبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. التوم زي ما قلت لكم اهو، انا قاسمه كل واحده 2، ما هياش بحالها. هنبدا نعمل فتحات كده اهو، اهي زي ما انتم شايفين اهو، ادي فتحة. هنحط جواها كده اهو، ادي توم وادي كرفس، وهتدخليها كده بصباعك اهو. ده مش هيبان، وهيبقى طعمه حلو جدا، وهيديها يعني طعم جميل، والتيست بتاعها هيبقى عالي اهو. هنعملها كلها كده، وهنلفها على الجنبين ونعملها، وارجع لكم تاني اهوت. كده خلاص انا حشيتها كلها، فتحتها. على فكره الفتحات دي مش هتبان لما تستوي خالص، بس هتدي لها طعم حلو جدا من جوه. كده خلاص خلصنا، اهي اخدت نص التوم اهوت، وخدت الكرفس اللي هو الورق، باقي شويه اهوت، والعيدان دي انا هحطها معاها، والبصل. يبقى احنا كده خلاص اللحمه كده غسلناها وخلصناها وفتحناها وعملنا فيها كلها فتحات، وحشيناها كرفس، والثوم قسمت كل فص ثوم نصين، وما شاء الله هي قدامكم زي ما انتم شايفين وزي الفل. كده بقى هنتنقل مع بعض على البوتاجاز اهوت. كده على البوتاجاز ادي الحله، حطيت فيها معلقه سمنه اهوت. كل واحد بيعملها بطريقه، وشفت ناس بتحط لها الفلفل وتدعكها في الفلفل والملح والبهارات، هو كده كده كل حاجه هتتحط عليها لانها بتستوي من غير ميه. ادي معلقه السمنه اهيت، حطيتها ولعت عليها ما شاء الله اهيت. هننزل عليها بقى بفصين المستكه اهم، تمام كده اهمت، يسيحوا بس. اهو صوتها بدا اهوت في المستكه،
كده بقى هننزل معانا اهو بالعرق بتاعنا، طبعا بنغسله كويس جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام، ادي البصل بتاعنا. ايوه هنحطه بحاله زي ما هو كده بالظبط اهو. وادي العيدان بتاعت الكرفس اللي بقى والثوم برضو هيتحطوا عليه اهو، نفس النظام هيتحطوا فوقيه. ايوه شايفين البصل هيفضل كده معاها، وهتعرفوا في الاخر ليه البصل هيفضل بحاله، ان هي تقعد فتره طويله على البوتاجاز. انا ما بحطلهاش ميه دلوقتي خالص ولا ملح، هنحط لها طماطم كمان مقطعه اهي كده. تمام خليتها كلها تمام، وهوت نزلت عليها بالبهارات بتاعتي كلها اهي، خلصتها كلها لخبطتها كلها، نزلت كلها ما عادش لخبطتها على بعض ونزلتها طبعا ما عدا الملح. الملح الوحيد اللي مش هنستخدمه دلوقتي خالص. عايزه اقول لكم ان احنا هنقلبها 10 دقايق كده وهنقلبها على الناحيه الثانيه، هتاخد لون على فكره، يعني السمنه اللي احنا حطيناها دي بدل ما نعمل لها فاطمه بره، لا هي مع بعضيها ونفس الطعم هيبقى مع بعضه. 10 دقايق وهنقلبها، مش هنحط لها ميه خالص دلوقتي، قبل ما اطلعها بخمس دقايق وهتبقوا معايا وهتعرفوا هنحط لها ميه ليه، والملح مش دلوقتي. هنغطيها بقى ونسيبها تتردد مع بعضيها كده، وهديت عليها النار لانها تستوي من غير ميه، واقول لكم هتاخد وقت قد ايه معانا. عايزه اقول لكم جميله جدا وبتبقى حلوه، في ناس بتاكلها بارده، في ناس بتاكلها سخنه. انا في الاخر خالص لما نيجي نفنشها كده هنشوفها ونشوف كل الطرق بتاعتها كده. بقى هنغطيها اهوت، واشوفكم تاني بقى ان شاء الله لما تكون دخلت على سوا كده، وايه ونشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله، ساعة ونص بالظبط اهو، انا ما زودتش مية خالص، هي اصلا مطلعة اهي العرق بتاعها ميتها اهي، برضو قربها لكم اهي، ولونها ذهبي وجميل جدا. وادي البصل اهو بحاله زي ما احنا عملناه في الاول كده. انا لسه ما حطيتش ملح، الملح ده تقديرك انا، عشان انا هعمل صوص وهزود لسه عليها مية وغلوة، وهنشل اللحمة وهطلعها برا. ادي معلقة ونص ملح اهو بالظبط، تقديري الملح ليكي انت اهو، وهزودها شويه ميه كده عشان انا عايزه كميه صوص كبيره. يا طبعا العرق هو اللي نازل تحت رافع الشوربه، بس هي مش كتير، ده بتاعها اللي طلع منها اهو. وهغطيها واخليها بقى تغلي غلوتين، وهرجع لكم بقى وهنشتغل بالخلاط. بص يا حبايبي ما شاء الله اهيت، انا زودت شويه ميه قدامكم وخليتها فيها بس دقيقتين عشان تاخد الملح بتاعها وكده اهي، ما شاء الله جميلة جدا اهي قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حلوة جدا اهي، وهنحطها ايه في الطبق اهي، نسيبها بقى هي تبرد شوية. طبعا نفك الخيط بتاعها كده، هنخليها بس هي تبرد شوية. طيب الحلة اهي معانا بقى، فيها البصل والبهارات والحبهان واللورة والطماطماية والفلفل الاسمر كل حاجة والملح. هنعمل ايه بقى؟ هناخدهم هنضربهم في الخلاط ونصفيهم. انا دلوقتي اهوت هشغل عليهم الخلاط وهضربهم وهصفيهم. بصوا يا بنات اهوت انا حطيته في الخلاط زي ما قلت لكم اهو، وهضربه وهصفيه وهخلص ضرب الكميه كلها وهرجع لكم تاني. طبعا في الاحيان دي انا حمرت بطاطس وعملت رز بشعريه وحطيت العرق شويه يبرد شويه في الثلاجه عشان اقطعه ما يبقاش تخين قوي، وكمان هنولع على الحلة اللي هنعمل فيها الصوص، بس الاول نخلص ضرب وارجع لكم كده. اهو يا حبايب الصوص اهو ضربته بس في الخلاط وصفيته فقط لا غير، لازم تصفوه عشان الطماطم والبصل والحاجات اللي ايه والبهارات والحبهان والحاجات اللي انا كنت حاطاها ايه فيه اهو. بصوا بقى دي حلة اهي فيها معلقتين سمنة، وهنزل عليها المفروض دي معلقة كبيرة طبعا مش معلقة اكل، يعني بمعلقه الاكل هحط 3 معالق دي بالظبط اهو اهو، زي بدايه البشاميل بالظبط اهو،
بسم الله ما شاء الله عليها اهو. هو تقيل، انا ما رضيتش ازود له الدقيق. طبعا معانا كريمه لباني، هحط نص كوبايه اهو. طبعا الصوص دوت فيه ملح، واللي انا حطيته في اللحمه هدوقه برده، لو احتاج هزوده شويه ملح. هفضل معاكم كده لغايه ما ننزل بس عليه شويه صوص ويبقى قوامه حلو، وهرجع لك. هو كده اهو ما شاء الله، انا مش عايزاه غامق، لان الصوص كده كده بيبقى يعني ايه، مش بني، بيج غامق شويه. مش عايزه اقول لكم الصوص ده بيبقى تحفه، الولاد كلهم بيحبوه اهو. قول بسم الله الرحمن الرحيم على طول كده اهو. بسم الله اهو. بصوا يا بنات، انا نزلت بالاهوت الصوص كله اللي انا عملته اهو. خلي بالكوا الصوص دافي، يعني مش سخن بس دافي. والدقيق سخن، يعني على طول نقلب عشان ما يربطش ولا يعقد معانا اهو. وادي القوام بتاعه ما شاء الله، ولسه كمان يعني المفروض ياخد غلوه، بس انا بقول لكم الاول قوامه حلو جدا. وهنزل عليه اهوت بنص كوبايه كريمه لباني، تمام كده. هي بس بتحط له يعني ايه، بتظبط الطعم شويه، بيبقى كريمي اكتر، بس بتبقى طعمها حلوه فيه. هو ما شاء الله مش محتاج لا ملح ولا اي حاجه. طبعا هو في كميه البهارات بتاعته، فلفل اسود وكل حاجه. في الاثناء دي انا حطيت العرق شويه في الثلاجه يهدى عشان اعرف اقطعه، لان لما بيبقى سخن كده الخرط بتاعته بتطلع تخينه، فانا قلت ايه ده بس 10 دقايق على ما اخلص الصوص بتاعه اهو. هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، ادي الصوص ما شاء الله جميل جدا اهو. خلاص كده اهو 6 7 دقايق اهو طفيت عليه خلاص، وهنشوف العرق اهوت. ادي العرق اهو، بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. مش عايزه اقول لكم يعني عامل ازاي اهو، حطيته حتى هو سخن. طبعا الحته اللي في الاول دي كلنا عارفين اهي، هنشيلها كده، احنا عاوزين نطلع قطع متساويه اهو. بسم الله ما شاء الله، شوفوا شكله عامل ازاي اهو. نبدا بقى هنقطعه كده مع بعض واحدة واحدة. وعايزة اقول لكم كل ما بيبرد شوية التقطيعة بتطلع حلوة جدا ومظبوطة، ترققي تتخني زي ما انت عايزة اهو. انا هوريكم بس شكله وهكمل تقطيع عشان الفيديو ما يطولش اهو. شايفين ما شاء الله لونه عامل ازاي، وهخلص تقطيع وارجع لكم بقى بالفينش النهائي. بصوا حبايبي ما شاء الله كده خلاص خلصت اهوت، وشفتوا جميله ازاي، واللون تحفه، والطعم مش عايزه اقول لكم يجنن طبعا. والصوص اهو بتاعنا معانا اهو، الصوص شوفوا قوامه عامل ازاي. وعملت معاها رز بشعريه اهوت، وعملت معاها بطاطس محمره. استني هرتل ما تاكليش الاكل كله، سيبي لنا شويه. بصوا بقى ده اللي انا قطعته، طبعا دي مش بارده، هي تتعمل اه لحمه بارده، تبقوا تبردوها وتعملوها بتبقى جميله جدا بالعيش وسندوتشات، ترش عليها شويه دقه بتبقى تحفه. دي عشان احنا هناكلها، انا بحط عليها الصوص كده اهو، الصوص على اللي انا قطعته كده، ده غير الصوص اللي بيبقى هناكل ده كله كده هيتحط على الاكل. وعايزه اقول لكم جربوها حلوه جدا، انا ما حطيتلهاش ميه خالص الا لما جيت اضربها، وانتم شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ايه؟ لايك ها؟ وسبسكرايب ايوه، وكومنت والشير، وقولوا ايه رأيكم. يلا وبالهنا والشفا.